إلى الشأن الليبي، حيث تمكنت الدفاعات الأرضية التابعة للجيش الوطني الليبي من إسقاط طائرة تركية مسيرة تابعة للميليشيات الإرهابية في مدينة الجفرة. وأوضح المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن الدفاع الجوي رصد الطائرة المسيرة وتتبعها حتى دخولها قطاع المسؤولية القتالية شمال قاعدة الجفرة الجوية، حيث تم التعامل معها وتدميرها. وكان الجيش الليبي أكد في وقت سابق أنه رصد تسليم صفقة سلاح تركية إلى ميليشيات مصراتة عن طريق طائرة شحن خاصة هبطت في ميناء مصراتة الجوية.